نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، قد قامت الفيديو في اسهم الصحه والعافيه. يمكن ما كيبان لكم ان شاء الله بغيت ندير معكم خمار ديال الراس، الخمار اللي هو عادي سامبل ما فيه حتى شي مشكل. المهم هنايا كنحتاجوا ليه متر ونص حتى 2 متر ديال الطول، يعني متر ونص كيوصل تحت من الصدر شويه، وجوج متر كيفوت الصرا لتحت. يعني مثلا هذا هو الطول ديال الثوب، عندنا فيه متر ونص، على نقول حنا متر ونص او 2 متر، يعني المتر ديال الثوب كيبقى اختياري. زعما كنقلطو الثوب كنطويوه على جوج بهاد الطريقة، طويوه على جوج فقط، كنطويوه على جوج فقط. هنا كنحددو قيمة ديال الرأس، ملي غيدخل الرأس هنا كتقبطو سنتيم، كتقبطو السنتيم وكتدوروه على الرأس، يعني على من فوت الجبهة شوية، من بيت الشعر، من بيت الشعر كدوروه من أسفل، يعني من الأسفل هكا كدوروه على الرأس باش كتعرفو الدورة ديال الرأس ديال السيدة شحال فيها. أنا كندير تقريبا من 30 32، كتخرجني مزيان مع أغلبية ديال الكليان. بعدا كنمشي لسيدة ضعيفة هي كنحتاج أنني نقص منها شوية فوق، ويعني أحسن حال أنا فين ما تخيطي قيصي على راسك، لجاك راه غادي يجي السيدة اللي كتخدمي عليها. المهم هنايا كنعبرو هنا 30 سنتيم، هيا من هنا لهنا كنخليو 30 سنتيم، على 30 سنتيم وكنسطرو هنا وكنديرو كرانة بالمقص، وهاد البصل ما كنقيسوهاش، وكنجيو هنا كنحددو الطول اللي بغينا. يعني هنايا راه عندنا متر ونص في الطول، يعني هنايا كتحددي الطول اللي بغيتي، والطول عاوتاني باش كتقطعي السيده من الراس من منبت الشعر وكتهبطي كدوري على الشعر وكتهبطي حتى الاسفل، كتقولي لها فين بغاتو، يعني فين بغات الخمار يوصل ليها. نعتبر حنا الخمار فيه متر او متر وربعين ولا شي حاجه، غتجينا هنا تقريبا. هنا كنجيو من هنايا بهذه الطريقه هذه، كنبقاو غاديين، يعني ما عندهاش طريقه اخرى من غير هكا ترسمي بيدك. ما يمكنلكش يعني من الاحسن ديري الطباشير باش لا غلطتي في الدوره تمسحي شويه تتقاديها. من هنا كنزلو نيشان وكنبقاو غاديين هكا، يعني شوفي انا براسي راني غلطت، هاي خليت واحد هنا كنت غادي نمشي هكا، يعني هذيك كون مشيت هكا غنمشي في الاخر ديال الثوب لو بغيتو طويل بزاف. انا حددت القيمه ديال الطول تقريبا هنايا، كنبقى غادي وكندخل هنايا صافي. هذا هو الخيمه ابسط ما يكون، ساهل ما فيهش بزاف ديال كنقطو هنايا هاد البصل هاد المسافة، ما كنقيسوش بروبليمش تقطع من هنا، بلا تقطع من هنايا راه غادي نقصو من الطول ديال الخمار اللي غادي ينزل على السطر، يعني هذا غير غينزل على السطر، الطول اللي غينزل على السطر، وهذا هو الطول اللي غينزل من الأمام، كيكون دايما من هذا طول من هذا، مكيكونوش قد قد. كنجيو من هنايا تقريبا نقولو هكا كتخلي واحد 40 سنتيم ولا 50 سنتيم هكا، وعاد كنبقاو كندورو هكا. هنا واحد الحاجه، حاولوا هاد البلاصه هادي تكون بحال الزاويه قائمه، هنايا هنا هنا تكون بحال الزاويه قائمه، وهنايا كنخليو ديك 30 سنتيم راه ما كنقيسوها ما والو. صافي هذا هو الخمار ديالنا، ها هو علاش قلت لكم هاد تكون بس تكون زاويه قائمه باش جينا الدوره هنا مقاده، اما الا قنتناها تجينا بحال هكا. سير مشو ليه تبقى بحال هكا، يعني غادي تجينا تقنيتها بحال هكا، ما غاديش يمكن ندوزو من هنايا الخياطه، غتجينا صعيبه الدور الخياطه، لذلك كنجي بها زاويه قائمه باش تجيك الخياطه دائريه. خلينا نصورو حيت ما كاينش ناعي وجيتي نتيا. المهم هكا صافي، من بعد ما درنا له السورجي كامل، قبل ما ندير له السورجي نسيت واحد البارتي اللي نسيتها، اللي هي هذيك الباندا اللي كتلصق هنايا. هذيك الباندا كاين هناخدو لها النص ديال، كتجي في النصف هذيك البانداي كتكون خارجه هكا مقمقمه، كيكون تقريبا عندي هنا الثوب، هاد الثوب كيكون هنا الجهه مسدوده بحال هكا، هنا راه الجهه مسدوده، يعني هاد البقيه ديال الثوب غتكون قصيره، ويعني غنشوف نستعين بورقه اخرى، المهم غنحكم الثوب على الجهه المسدوده، نقطعو شويه. هكا وهكا، يعني خصني الجهة مسدودة تجيني هنا على 4 صافي، كنديروها بحال هكا. وهاديك 30 سنتيم، هاد 30 سنتيم ممكن نديرو النصف ديالها أولا كنفوتو النصف ديالها بواحد 5 سنتيم ماشي مشكل، حيت درنا هكا تقريبا.
كنجيبو هذيك الدورة كنجيبوها مائلة. انا تقريبا دسكسام 30 سنتيم، دسكسام 15 سنتيم، نقص واحد شوية وخلاص. العرض ديالها هنايا كيكون اختياري، يعني العرض نتوما كتختاروا شحال بغيتو تخليوه، سواء 8 سنتيم ولا 10 سنتيم او لا اقل من ذلك. صافي هكا كتلصق بهاد الطريقة، هنايا هانتوما كتلصق بهاد الطريقة. ضروري منك كنخليو الفسحة خاوية، ضروري الباصة كتبقى خاوية، لأن هاد الدورة العنق من التحت ميمكنلاش الباندا نديروها من الفوق حتى لتحت، عرفاش فاش غادي نلبسوها راه غادي تخنقنا. ضروري تكون غير نص ديال باغي يلعب هاد الصباح. هاكا نحاول نصغرها باش تفهموا الطريقة. هاكا يبقى تبان لكم مقوسه، راه هي مع الخياطه غادي تبان. وانا سبقت لكم هاد الدرس هذا على الورق، وعندي على، وغادي نديرو ان شاء الله على الثوب، وغنوريكم طريقه الخياطه على الثوب، يعني باش يكون، يعني باش تفهموا اكثر. حقاش هو خمار يعني ساهل، وكيبغيو اكثريه ديال، كاين اللي بزاف كيبغيو، واخا هاد الخمارات اللي خرجوا دابا مطورين وموديلات جداد وشحال من حاجه، يعني هذا كيبقى اكثريه الناس اللي كيبغيه بزاف. المهم الطريقه ديال الخدمه غنوريها لكم ان شاء الله، غادي غنحطها مع هذا الفيديو. المهم غير نوريها لكم هنايا. المهم هاد 30 سنتيم هنا كنبداو الخياطه وكنحبسو هنايا. صافي اذا كيبقى لنا البارتيه مسدوده، كنجيو كنعلمو المنتصف مع المنتصف ديال الباندا. من بعد ما الباندا كنكونو هنا درنا لها السرجيم هنايا، كنجيو كنعلمو من جهه الخياطه. هاد الخياطه هاد الجهه اللي هي مسدوده راه ما كنكسوهاش، كنخدمو حنا في الجهه اللي محلوله من هنايا. ممكن تخدموها هي الاولى عاد تسدو، ممكن تسدو عاد تخدموها، كنديروها هكا كنخدمو مع الجي كنخدمو مع الجي. يعني غيبان لكم ان شاء الله في الفيديو الخياطه. وكنخدمو هنايا وكيبقى لنا الثوب محلول هكا، كنديرو واحد التكفيفه ديال السنتيم كندورو بيها على هذا. صافي هذا هو الخمار، ساهل وبسيط، ما فيهش حتى شي تعقيدات. نتمنى تكونوا فهمتوا عليه، واللي ما فهمش ان شاء الله في الورقه باقي غنحط، يعني مرافق غنحط في هذا الفيديو، غنحط فيديو ديال الفصاله على الثوب وطريقه الخياطه في الماكينه. واللي استفد من هذا الفيديو نتمنى انه يشارك الاصدقاء ديالو باش تعمل فائده على الكل، وتبارطاجيوه يعني باش تعمل فائده كما قلت لكم. والسلام عليكم. ندوز ان شاء الله دابا للمرحله ديال طريقه ديال الفصاله في الثوب وطريقه الفصاله في الخياطه.